شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام الذي بذل حياته في الدعوة إلى الله وإلى نشر التوحيد، وجاهد جهادا عظيما فتنكر الناس له ورموه عن قوس واحدة، ورموه بالتهم وحاولوا قتله وإغراء الحكام به، فأظهره الله عز وجل ونصره وأيده، فأثمرت جهوده المباركة دولة سلفية قائمة بالكتاب والسنة، ودعوة سلفية امتدت آثارها إلى أفقاع الأرض، فلا يوجد من يدين لله تبارك وتعالى بهذا الدين وهو مستقيم على السنة بحق إلا وهو يعرف لهذا الإمام فضله ومنزلته، ويستفيد من كتبه ويعتني بها. والتوفيق من الله تبارك وتعالى، وفق هذا الإمام إلى هذا الخير العظيم، ولا يزال هذا الأثر في أسرته وفي ذريته وفي نسله، ولا يزال الناس ينهلون من هذه الكتب، وكتبه كلها موفقة مسددة. فألف كتاب التوحيد لم يصنف في بابه مثله، وصنف هذه الأصول الثلاثة التي هي متعلقة بهذه الأصول العظيمة ولم يسبق إليها، وكتب رسالة كشف الشبهات وهو في دفع الشبه المتعلقة ببعض من يثير الشبه عن التوحيد، لم يؤلف مثلها. ثم صنف مسائل الجاهلية وهي رسالة عظيمة متضمنة الكثير من الخصال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أمور الجاهلية. فاختياره لهذه الموضوعات اختيار موفق، وقد اتسم منهجه رحمه الله باليسر والسهولة، لم يكن متكلفا متعمدا لتنميق الكلام، فإن بعض المصنفين يحسن الكلام ويعتني بالعبارات حتى لا يقال أنه مقصر في البيان وأنه كذا وكذا، وكان يعمد لهذا بعض المتكلمين الذين يبالغون في تشقيق الكلام والعبارات. وأما هذا الإمام فما كان همه إلا إيصال الكلمة ميسرة سهلة المأخذ، يذكر الدليل عليها ليستفيد الناس منها. فلما علم الله تبارك وتعالى قصده، وهذا الظن به والذي يظهر لنا من أمره والعلم عند الله عز وجل، أظهره الله عز وجل ونصره وبارك في هذه الكتب ونفع بها. ولا يزال المؤمنون يدعون الله تبارك وتعالى في صلاتهم وفي خلواتهم، يدعون لهذا الإمام، وهذا من توفيق الله عز وجل أن يوفق هذا التوفيق. وهذا الإمام في الحقيقة عندما نذكر سيرته نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. فالعلماء في هذه الأمة أثرهم عظيم، ختمت النبوة، فليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، لكن عوضت هذه الأمة بالأئمة المجددين الذين يجددون للأمة من دثر من معالم الدين والسنة، ومنهم هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي نفع الله عز وجل به في هذه العصور المتأخرة، فأصبحنا ننعم بصفاء العقيدة وكأننا في العصور المتقدمة، سلمنا من التعطيل ومن التشبيه ومن التفويض ومن التكييف والتمثيل ومن الإرجاء والقول بالجبر وسائر الشبه والعقائد التي انحرفت عن عقيدة أهل السنة، كل ذلك بفضل الله عز وجل وبما هيأ له هذا الإمام من نشر السنة.